بارك الله فيك. سؤال آخر يقول: الحديث أثنى عشر ركعة ولا تنتهي عشر ركعة صوما غير الفريضة إلا بنى الله له فيهن بيتا في الجنة. يقول أن الظهر أربعة قبلها وركعتان بعدها، ويريد أن يزيد الركعتان إلى ركعتان أخرى، لكن بنية ماذا يصليها؟ بنية الحديث الآخر الذي في السنة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وعلى أربع بعد الظهر حرمه الله على النار. لا إله إلا الله. فإذا هنا تحصل فائدتان: لما يطبق 12 ركعة في اليوم وهي سنن الرواتب، من بينها أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد صلاة الظهر، إذا أضاف إلى هاتين الركعتين بعد صلاة الظهر هاتين الركعتين الأخريتين، فإنه يظهر بإذن الله تعالى بتحريمه من النار، فيحصل له بيت في الجنة، هذا هو المرغوب، ها، وينجى من الشيء المرغوب وهو النار.